السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا معلش سؤال كده سريع. اتفضل. حضرتك دلوقتي انا بشتغل في الدول الخليجية وحضرتك في اختل بالعقد الكفيل معايا. تعمل في دولة خليجية وبعد ذلك اي نعم وبعدين الكفيل يعني بنقض العقد بطريقة يعني بشعة شوية، خلت إقامة عليا طبعا بالإجبار وكل ما يعني كل الرسوم عليا. السؤال، ظلمك الكفيل بعدم وفائه بالعقود؟ كمان كده فازم. اي نعم يا شيخ. وبعد دلوقتي حاليا انا دلوقتي في ايدي اللي اخد حقي طبعا بدون علمه، لكن انا في ايدي اخد حقي. على العموم انا سافترض سؤالا غير مشابه في المعنى لسؤالك، لكن لست بمجيب لك على سؤالك خذ او لا تاخذ. اقول في سؤال عام، شخص ظلم يقينا، زيد ظلمه عمرو ظلما بينا يقينيا واخذ امواله، اخذ امواله المتفق على انها اموال زيد، هل يجوز لزيد أن يحتال ويأخذ أمواله من عمرو الذي ظلمه بأية طريقة دون أن يعلم عمرو؟ فهذه المسألة جائزة ويسميها العلماء مسألة الظفر. ومن أدلتها قول الله تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، وجزاء سيئة سيئة مثلها. وكذلك حديث هند بنت أبي سفيان: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فهل علي جناح أن أخذ من ماله ما يكفيني وولدي بغير علمه؟ قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. هذه أدلة القائلين بالجواز. أما حديث أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، فهذا الحديث حديث ضعيف ضعفه الإمامان الفاضلان الشافعي وأحمد بن حنبل رحمة الله عليهما، والله أعلم.